بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا مع الجزء الثاني من الدرس 7-2. احنا ابتدينا في الدرس 7-2 واخدنا فيه المواضيع الاتية. اخدنا المضروب، بعد المضروب اخدنا الاحتمال وتبديل العناصر، وعرفنا ازاي نتعامل مع الاحتمال مع تبديل العناصر. بعد كده اخدنا التباديل، وعرفنا الفرق بين التباديل والتوافيق، وان التباديل بتحتاج لو كانت المسألة فيها التكرار له معنى يبقى لازم هستخدم التباديل، او تحديد الوظيفة لو حدد الوظيفة. طيب، وبعد كده خدنا التبديل مع التكرار. دلوقتي هناخد حاجة اسمها التباديل الدائرية. احنا عندنا في فرق بين لو انا ارتب الاشياء، لو كانت الاشياء على خط واحد، يعني لو انا عندي 5 اشياء محطوطة، 5 نجوم، وأنا ملونة أو مرقمة بأرقام معينة وعايز أرتبها أو أبدلها، هنا يبقى عدد طرق التبديل بتاعتي هتبقى مضروب 5. ولكن لو هذه الأشياء نفسها كانت محطوطة في شكل دائري فما بيبقاش الحل تبديل 5. أمال بيبقى إيه؟ حسب القانون لو عندي عناصر مرتبة على شكل دايرة هيبقى ال5 أشياء التبديل بتاعها يبقى مضروب 4، يعني بقلل 1 من التبديل، زي ما احنا شايفين كده اهوت، اللي هو ان ناقص 1 مضروب. يبقى اذا لو العناصر مرتبة داخل دايرة هيبقى ان ناقص 1 مضروب مباشرة. طيب، نشوف كده المسألة ونشوف الوضع ماشي ازاي في هذه المسألة. رتبت 6 نماذج لعب صغيرة في سوار عشوائيا، زي ما احنا شايفين كده اهوت، ال6 نماذج زي ما احنا شايفينهم اللي هو موجودين في السوار اللي هو موجود في الشكل دوت. فما احتمال ظهورها كما بالشكل؟ احتمال ظهورها كما بالشكل، نجيب الاول عدد طرق ترتيبها. عدد طرق الترتيب هنا اهوت، بما ان هذا الترتيب دائري زي ما احنا شايفين مرتبين على شكل دايرة، يبقى ان ناقص 1 مضروب، ده عدد الطرق. ان ناقص 1 مضروب اللي هو 6 ناقص 1 مضروب اللي هو مضروب 5، يعني 120 طريقة. وهو عاوز ترتيبهم بالشكل الظاهر قدامي، يبقى ده عمره ما يحصل إلا مرة واحدة، وطالما عمره ما يحصل إلا مرة واحدة يبقى الاحتمال بيساوي 1 على 120. نلاحظ هنا هو حاجة مهمة جدا، أن لو كانت هذه الأشياء مرتبة على شكل خط مستقيم، يعني اسمه ترتيب خطي، لو كان الترتيب خطي كان هيبقى الناتج 1 على 720. ليه 1 على 720؟ لأنهم كانوا هيبقوا كترتيب خطي مضروب 6، ومضروب 6 ب720 مش ب120. خلي بالنا من الجزئية ديت جدا، هل في المضروب اللي عندي مضروب خطي ولا مضروب دائري؟ قال لك إلا في حالة واحدة، لو كانت العناصر مرتبة ترتيب داخلي ولكن في مرجع ثابت برجع له، بمعنى لو جاء قال لي إن في بعض الأشخاص قاعدين حول دائرة مستديرة، في شخص وشخص 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 وشخص، اللي هم كام شخص قدامنا؟ 5 أشخاص قاعدين حوالين منضدة ترابيزة بيتعشوا مثلا. طيب، هؤلاء الأشخاص لو جبنا نجيب عدد طرق ترتيبهم هنا هوت هيبقى كام؟ هيبقى مضروب 4. ليه مضروب 4؟ اللي هو 24 طريقة. ليه؟ لأن هم قاعدين على شكل دائرة. لكن لو قال لي في مسألة، قال لي بحيث يجلس الشخص ده اللي هو اللي بالأحمر دوت، بحيث يجلس جنب النافذة، لو قال كده تحول هذا الترتيب من ترتيب دائري إلى ترتيب خطي، لأنه أصبح في مرجع ثابت، يعني في حاجة ثابتة قاعد جنبها شخص من الأشخاص، ساعتها يبقى عدد طرق الترتيب هيبقى مضروب 5 وليس مضروب 4، يعني هيبقى 120 طريقة. يبقى حتة المرجع الثابت لو كان موجود يبقى الترتيب ليس دائري ولكن يتحول إلى ترتيب خطي. طيب، نشوف كده اللي بعده، الاحتمالات والتوافيق. هنشوف بقى موضوع التوافيق. التوافيق تختلف عن التباديل في ايه؟ ان التوافيق عندما يكون المسألة لا يوجد بها
تحديد للوظيفة، يعني ما فيش تحديد للوظيفة، أو الترتيب كان مش مهم، يعني ما يفرقش الترتيب، ما خدتش حد بترتيب معين. زي ما أقول كده هو اختيار من سبع طلاب في الفصل، اختيار ثلاثة لتمثيل فريق الفصل في كرة القدم، اختيار ثلاثة وخلاص، ما فيش أي شيء، يعني مش هقول الثلاثة دول ما لهمش أي مميزات، اختيار ثلاثة من سبعة، ده يبقى توفيق وليست تبديل. طيب التوفيق الأول نجيبها إزاي بالحسبة؟ يعني لو قلت مثلا 8 توفيق 3، أولا بتتكتب 8 سي 3. بالنسبة للحسبة لما بروح أعملها بالحسبة بتتعمل بالحسبة كالآتي، نشوف مع بعض كده هو 8 توفيق 3 بتعمل إزاي بالحسبة. ببتدي أكتب الأول 8 وبعدين بعمل التوفيق شيفت اسمه 3، يبقى أشوف بقى، يبقى نوت شيفت اسمه وليس شيفت ضرب، وبكتب يساوي يطلع 56. ونلاحظ ان التوفيق دايما هيبقى قيمتها اقل من التبديل، وده طبعا اكيد لان التوفيق بيبقى فيها الترتيب مش مهم، يعني محمد محمود هناك في التبديل لو محمد ومحمود غير محمود ومحمد، لكن هنا محمد ومحمود لو اتاخدوا مرة واحدة يبقى خلاص، يبقى اخدتهم وانتهى الموضوع. طب نشوف المثال، يريد مدرب كرة الطائرة اختيار 6 لاعبين من بين 10، هنا ما حددش أي شيء، عايز 6 من 10. ما احتمال اختيار محمد وعبد الله وعيسى وخالد وفيصل وطلال من بين الطلاب؟ طيب هنا لم يتحدد أي وظيفة ولم يتحدد أي ترتيب لاختيار اللاعبين، يبقى إذن 10 سي 6، يبقى إذن التوفيق بتاعتنا هتبقى 10 سي 6، زي ما احنا شايفين 10 سي 6 بكام؟ ب 210، اللي هو 10 توفيق 6 ب 210. طيب احنا عاوزينهم بالشكل الاختيار اللي موجود قدام اللي هو محمد وعبد الله وعيسى، وده مش هيحصل الا مره واحده، يبقى الاحتمال المطلوب هو 1 على 210. يبقى الفرق الاساسي بين التوفيق والتبديل هل تم تحديد الوظيفة أو الترتيب ولا لم يتم تحديد الوظيفة أو الترتيب. لو تم تحديد الوظيفة أو الترتيب نستخدم التبديل، لو لم يتم تحديد الوظيفة أو الترتيب هنستخدم التبديل في إيجاد عدد الطرق. أرجو أنكم تكونوا استفدتوا من الدرس الجزء الثاني، وإن شاء الله معدنا مع الدرس الجديد في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.